بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نرحب بالجميع في لقائنا لهذا اليوم، اللقاء الرابع لمقرر مبادئ التمويل والاستثمار. في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى سنتحدث عن العلاقة بين العائد والمخاطرة وطرق قياسهما، وهو الموضوع الذي بدأناه في اللقاء الماضي. ولكن قبل أن نبدأ نود أن نتأكد من أن الصوت مسموع واضح لدى الجميع. فهل الصوت مسموع واضح لدى الجميع؟ إذن لنبدأ على بركة الله. تعرفنا في اللقاء الأخير على المخاطرة وطرق قياس المخاطرة. واليوم سنتعرف على العائد. ويعرف العائد بأنه الكسب الذي يحققه المستثمر نتيجة لاستثمار أمواله خلال مدة معينة. وهذا العائد إما أن يكون عائدا جاريا وإما أن يكون عائدا رأس مالي. العائد الجاري هو العائد الذي يحصل عليه المستثمر خلال فترة الاستثمار من تدفقات نقدية، إما أن تكون ناتجة عن عمليات توزيعات لأسهم يملكها ذلك المستثمر في إحدى الشركات، أو من الممكن أن تكون أيضا عائد يحققه ذلك المستثمر من المشروع الاستثماري الذي قام بإنشائه، أيا كان مشروع تجزئة مثلا أو مشروع عمائر ويقوم بتأجيرها. هذا الإيجار الذي يحصل عليه ذلك المستثمر يعتبر عائدا جاريا. وعادة العائد الجاري إما أن يكون صفر وممكن أن يكون برقم موجب، ولكنه لا يأخذ رقما سالبا. بمعنى ممكن انك ايش قمت بعمليات استثمارية ولكن لم تحقق ارباح، فبالتالي لا يوجد عائد جاري في هذه الحالة. وممكن ان يحقق ارباحا فيكون عائدا جاريا ايجابيا ولا يأخذ الرقم السالب. النوع الثاني من العائد الا وهو العائد الرأسمالي، وهو العائد الذي يتحقق نتيجة لتغير للقيمة السوقية للأصل أو للمشروع خلال فترة احتفاظ ذلك المستثمر بهذا المشروع. على سبيل المثال سواء أسهم سواء أصول سواء مشروع سواء أرض سواء عمارة قام بشرائها. لنفترض أن أحد الأشخاص أو أحد المستثمرين قام بشراء قطعة أرض بقيمة 500,000 ريال، وبعد مرور عام قام ببيعها ب550. هذه 50 يعتبر بالنسبة لذلك الشخص هو عائد رأس مالي من جراء بيعه لهذه قطعة الأرض. نعيد التعريف مرة أخرى، العائد الرأسمالي هو العائد الذي يتحقق نتيجة للتغير للقيمة السوقية للأصل الذي يمتلكه ذلك المستثمر خلال فترة الاحتفاظ به. يعني بمعنى قيمة الشراء عن قيمة البيع. يا اخوان عدنا التعريف مرتين او ثلاث، ما يعني بنبت نعيده كل شوي.
خلاص مكتوب أمامك الآن التعريف. احنا ذكرنا أن الجاري عمليات توزيع أرباح، بينما الرأسمالي هو من جراء البيع، يعني تشتريه في أول السنة مثلا وتقوم ببيعه بعد مرور 5 سنوات 4 سنوات سنة أيا كان، فهو عملية التغير في السعر من الشراء والبيع الفرق. فإذا كان الفرق في سعر البيع أعلى منه من سعر الشراء، فبالتالي هنا حقق عائدا رأسماليا إيجابيا، بينما إذا كان سعر الشراء أعلى من سعر البيع، فبالتالي هنا حقق عائدا رأسماليا سلبيا أي خسارة. وأخيرا قد يكون هذا العائد الرأسمالي صفر، وهذا يتحقق في حال كون سعر الشراء مساويا لسعر البيع، يعني قام بشرائها ب500 ألف وبيعها بنفس القيمة. واضح؟ وبهذا فإن الرأسمالي إما أن يكون رقم إيجابي، وإما أن يكون رقما سلبيا، وإما أن يكون صفر كما وضحنا قبل قليل. العائد الكلي هو مجموع العائد الجاري مضافا اليه العائد الرأسمالي. مثال على ذلك، لنفترض ان احد المستثمرين قام بشراء عماير شقق عام 1432 بقيمة المليون، وقام بتأجيرها في السنة بقيمة 20 ألف، لنفترض بقيمة 20 ألف على مدار 5 سنوات. فبالتالي بعد مرور ال5 سنوات يكون هذا الشخص حقق عائدا جاريا قيمته 100 ألف ريال، ومن ثم رغب ذلك المستثمر ببيع هذا العقار، قام بعرضه ومن ثم باعه بقيمة 1,200,000 ريال. فبالتالي يكون هنا هذا الشخص حقق عائدا جاريا قيمته 100 ألف ريال، وعائدا رأسماليا قيمته كم يا شباب، كم يا أخوان، يا أخوان أخوات، الرأسمالي في المثال كم حقق؟ شراه بقيمة 1,000,000 وقام ببيعه ب1,200,000 ريال، فبالتالي هذا المستثمر حقق عائدا رأسماليا قيمته 200,000 ريال، 200,000 ريال يضاف إليها العائد الجاري اللي هو 100,000 ريال، فبالتالي يكون حقق 300,000 ريال كعائد كلي، عائد كليا قيمته 300,000 ريال. واضح؟ ما هي العلاقة بين العائد والمخاطرة؟ العلاقة بينهما علاقة طردية، بحيث كلما ازداد العائد المرغوب كلما زادت المخاطرة المتوقعة لذلك المشروع. هذا كل ما يتعلق بالعلاقة بين العائد والمخاطرة وطرق قياسهما. عائد جاري 300
ورأس مالي 200. المئة الجاري اللي هو عملية الإيجار المحصل من تأجير العقار على مدار 5 سنوات، واضح؟ كل سنة 20,000، فبالتالي 5 سنوات تكون بقيمة 100,000 ريال. طيب ننتقل الآن إلى مصادر وهيكل تمويل الشركات، حيث يمثل التمويل الجانب الأيسر من الميزانية العمومية للمنشأة، ويعبر عن مكونات الأموال التي بموجبها يتم تمويل الأصول المتمثلة بالجانب الأيمن في الميزانية العمومية، حيث يمكن تمويل هذه الأصول من مصادر متعددة. على سبيل المثال، لا الحصر، رأس المال، والفائض المحتجز، وقروض قصيرة أو طويلة الأجل. وبهذا فإن هيكل التمويل يتكون من قسمين أساسيين: الأول الأموال المملوكة والتي تشتمل على رأس المال والاحتياطيات والفائض غير الموزع والأرباح المحتجزة، والثاني يتمثل في الأموال الدائنة والتي تتمثل بها القروض والخصوم المتداولة، وهي ما تعتمد عليه المنشآت عادة الصغيرة. هنالك نوعين رئيسيين من أنواع مصادر التمويل. النوع الأول منها مصادر تمويل قصيرة الأجل، ويتفرع منها نوعين، والنوع الرئيسي الثاني ألا وهو مصادر التمويل طويلة الأجل، ويتفرع منها 5 أنواع. لعلنا نبدأها أولا بمصادر التمويل قصيرة الأجل، ونبدأها بالائتمان التجاري أو ما يسمى بالمشتريات بالأجل، حيث أن بعضا من المنظمات تلجأ إلى مصادر التمويل قصيرة الأجل كمصدر لتمويل الاحتياجيات الضرورية الطارئة، وتختص هذه الأموال بالأصول التي تمتاز بسرعة دورانها، أي بسرعة تحويلها إلى نقدية، وذلك للتمكين من سداد هذه الديون المستحقة، وغالبا تكون في مدة لا تتجاوز العام، لا تتجاوز السنة. وبهذا فإن الائتمان التجاري أو ما يسمى بالمشتريات بالأجل يعتبر أحد أهم أنواع مصادر التمويل قصيرة الأجل، والتي تتعامل بها المنشآت خاصة الصغيرة منها. وعادة الائتمان التجاري يتراوح ما بين 20 إلى 35 يوم. على سبيل المثال، لنفترض أن لدينا منشأة صغيرة عند شرائها بالجملة لإعادة بيع المفرق، فإنها تقوم بالشراء بالأجل على أن تسدد لاحقا، مثل البقالات الصغيرة مثلا تقوم بالشراء من المورد بالأجل، ولكن يشترط على السداد أن يتراوح ما بين 20 إلى 35 يوم، وذلك عند بيع هذه البضاعة، وهذا ما يسمى بالائتمان التجاري أو المشتريات بالأجل، واضح؟ ويستفيد منها هنا بائع التجزئة، كما أن المورد أيضا يستفيد، وذلك لتصريف بضاعته حتى ولو كانت على بالأجل، إلا أنها تنحصر بمدة قد لا تتجاوز 35 يوم، وهكذا. النوع الثاني من أنواع مصادر التمويل قصيرة الأجل ما يسمى بالائتمان المصرفي، من مسماه فهو يتعلق بالبنوك
وهو القروض قصيرة الأجل، وهي ما تسمى بالعموم أو بالعامية القروض قصيرة الأجل. وهذا النوع من أنواع القروض يحتمل ثلاث احتمالات: إما أن يطلب من المنشأة، أي أن البنك يطلب من المنشأة الاحتفاظ برصيد معين، أو أن يطلب من المنشأة سداد الفائدة المتفق عليها مقدما، وممكن أن يطلب من المنشأة كذلك كذا حالة ثالثة سداد القرض على دفعات. نبدأها بمثال لتتضح إلينا هذه الثلاث حالات، وركز معي هنا في هذه الثلاث حالات، حيث أنه سيأتيكم في الاختبار أسئلة في هذه الجزئية، فركز معي حتى تفهم المسألة من الآن، وعند فهمك إياها ستسهل عليك حلها في الاختبار بمشيئة الله تعالى. مثال: نفترض أن منشأة معينة عقدت اتفاقا مع أحد البنوك التجارية باقتراض مبلغ قيمته 20,000 ريال. إذا المبلغ هنا محدد وقيمته كم؟ 20,000 معطى في التمرير لمدة عام بفوائد قدرها 1500، أعطاك إياها إيش؟ فائدة مقطوعة وليست كنسبة مئوية من قيمة القرض، واضح؟ وذلك مقابل احتفاظ المنشأة لدى البنك برصيد معوض خلال فترة الاقتراض قيمته 5,000 ريال في الحالة الأولى. في الحالة الثانية الطلب من المنشأة سداد الفائدة مقدما. في الحالة الثالثة طلب من المنشأة سداد القرض على 4 دفعات. على 4 دفعات. المطلوب حساب معدل الفائدة الاسمي، وأيضا حساب معدل الفائدة الفعلي في الثلاث حالات السابقة الذكر. لحل مثل هذا التمرين نبدأه أولا بحساب معدل الفائدة الاسمي، ولاستخراج معدل الفائدة الاسمي ما علينا إلا تقسيم قيمة الفائدة السنوية المعطاة في التمرين على مبلغ الاقتراض، ومن ثم نضربه ب100. قيمة الفائدة السنوية معطاة في التمرين ألا وهي 1500، نقوم بتقسيمها على 20,000، نجد أن المحصلة النهائية 7.5% أو 7.5%، واضح؟ هذا ما يسمى بالفائدة أو معدل الفائدة الاسمي. نقوم بتقسيم الفائدة السنوية 1500 على 20,000، واضح؟ ننتقل الآن إلى معدل الفائدة الفعلي في حال الاحتفاظ برصيد معين قيمته 5,000 ريال. في هذه الحالة، يكون المبلغ الفعلي الذي تم استلامه قيمته كم يا أخوان؟ المبلغ الفعلي أو قيمة القرض الأساسي 20,000، ولكن سيحتفظ البنك بقيمة 5,000 ريال، فبالتالي يسلم لذلك العميل أو تلك المنشأة ما قيمته، أحسنت أحسنت، نعم فايق إبراهيم أحسنت، نعم، يسلم 1,000، 5,000، فبالتالي المتبقي من 20,000 التي
ستستلمها المنشأة هي قيمة 15 ألف، 15 ألف، فبالتالي 15 ألف هنا سيدفع عنها فائدة سنوية قيمتها 1500، 1500. هنالك قاعدة تقول أن المعدل الفعلي للفائدة يساوي قيمة الفائدة تقسم على قيمة القرض ناقص الرصيد المحتفظ به. قيمة الفائدة لدينا في التمرين ألا وهي 1500، نقوم بتقسيمها على قيمة القرض 20 ألف ناقص 5000، نجد أن المحصلة النهائية 1500 تقسيم 15 ألف تساوي 0.1، نقوم بضربها بالمئة تعطينا 10%. واضح؟ ننتقل الآن إلى الحالة الثانية، وهي في حالة طلب من المنشأة سداد الفائدة مقدما. في هذه الحالة يطلب من المنشأة سداد الفائدة مقدما، فبالتالي تكون قيمة الفعلية للقرض كم؟ القيمة الفعلية للقرض في حال سداد، أحسنت القيمة الهم، نعم، في حال سداد الفائدة مقدما 18500. كيف حصلنا عليها؟ قيمة القرض الأساسية 20 ألف، يطرح منها قيمة الفائدة 1500، فبالتالي تصبح 18500، ويدفع عنها فوائد قيمتها 1500. المعدل الفعلي للفائدة في هذه الحالة يكون كالتالي: قيمة الفائدة تقسم على قيمة القرض ناقص قيمة الفائدة، وبالتالي تصبح هنا 1500 تقسيم 20 ألف ناقص 1500، وبالتالي 1500 تقسيم 18500 تعطينا تقريبا 0.081، أو ما يساوي 8% تقريبا، 8% تقريبا. واضح؟ الحالة الثالثة هو الأخيرة، ألا وهي أن يطلب من المنشأة سداد القرض على 4 دفعات. وبهذا يكون المعدل الفعلي للفائدة هنا يساوي في البسط عندنا 2 ثابت في القانون، 2 ثابت في القانون، تضرب في عدد الدفعات تضرب في قيمة الفائدة، تقسم على قيمة القرض مضروب في عدد الدفعات زائد 1، الواحد هنا أيضا ثابت في القانون. وبهذا يكون البسط لدينا 2 مضروب في 4. 4 من وين جبناها يا أخوان؟
الأربعة هنا من وين جبناها؟ أحسنت، عدد الدفعات تضرب في 1500 قيمة الفائدة، تقسم على قيمة القرض 20,000 تضرب في عدد الدفعات أيضا 4 يضاف إليها 1 في القانون، وبهذا تكون المحصلة النهائية 2 ضرب 4 ضرب 1500 تقسم على 100,000، نجد أنها 0.12، أي 12%، 12%، هذا في حال الواحد ثابت في القانون. نعم، في البسط 2 ثابت في القانون، في المقام الواحد ثابت في القانون، 2 ثابت في القانون. طيب نعيد هذه الحالة، يقول المعدل الفعلي للفائدة يساوي في البسط يا أخوان 2 ثابت في القانون يضرب في عدد الدفعات يضرب في قيمة الفائدة يقسم على قيمة القرض مضروب في عدد الدفعات زائد 1، ومن ثم يكون في البسط 2 ثابت في القانون نضربها في عدد الدفعات اللي هي كم؟ 4، أحسنتم، تضرب في قيمة الفائدة 1500، الواحد ثابت في القانون يا أخوان، تقسم على قيمة القرض 20,000 تضرب في 4 عدد الدفعات زائد 1 ثابت في القانون، والمحصلة النهائية تكون 2 ضرب 4 ضرب 1500 تقسم على 100,000 اللي هي 20,000 ضرب 5. وبهذا تكون المحصلة النهائية 12,000 تقسيم 100,000 تعطينا 12%، وهذا في كون الحالة الثالثة أن يتم سداد هذا القرض على 4 دفعات. واضح؟ طيب ننتقل الآن إلى النوع الثاني من أنواع مصادر التمويل، ألا وهو مصادر التمويل طويلة الأجل، ونبدأه أولا بالسندات. ركز معي يا أخوان في السندات. يمكن أن يتغير سعر السند ويأخذ عدة قيم، إما أن يأخذ القيمة الإسمية وهي تمثل سعر الإصدار أو المبلغ الذي تقوم المنشأة بدفعه عند موعد استحقاق السند، وإما أن يأخذ القيمة السوقية وهي القيمة المتغيرة التي يستحقها السند في السوق المحلية، وهنالك علاقة بين القيمة السوقية للسند وسعر الفائدة السائد في السوق، ففي حال ارتفاع أسعار الفوائد بدرجة أكبر من الفائدة التي يحملها السند تميل القيمة السوقية إلى الانخفاض، وذلك لاتجاه المستثمرين إلى بيع السندات، وذلك للحصول على الأرباح الأكبر في السوق، بينما في حال انخفاض الفوائد السائدة في السوق بدرجة أقل من الفائدة التي يحملها السند فإن القيمة السوقية للسند تميل إلى الارتفاع، وذلك لإقبال المستثمرين على شراء السندات. وبهذا فإن العلاقة هنا علاقة عكسية بين القيمة السوقية للسندات وأسعار الفوائد الجارية والسائدة في السوق. وبهذا فإن حامل السند من الناحية القانونية لا يعد مالكا للمنشأة، بل هو دائن لها بمبلغ محدد ويسدد في فترة معينة، ولا يحق لحامل السند المطالبة بالاشتراك في الإدارة أو التصويت طالما أن المنشأة ملتزمة بالسداد بانتظام.
بينما في حالة الإفلاس فمن حق حامل السند التدخل في شؤون المنشأة، وذلك لضمان حقه. ومما سبق يتضح لنا أن السندات ممكن أن تصدر بقيمة اسمية، وممكن أن تصدر بعلاوة إصدار، وممكن أن تصدر بخصم إصدار حسب وضع الشركة المالي. ولتوضيح ذلك فلدينا مثال، ولكن لعلنا نؤجله لضيق الوقت للقاء القادم، ولإتاحة الفرصة لكم لمشاهدة المحاضرات المرئية قبل الحضور إلى اللقاء القادم، وذلك ليتسنى للجميع فهم هذا التمرين بالشكل الصحيح. واضح يا إخوان؟ الفرق بين علاوة الإصدار وخصم الإصدار هو الوضع المالي للشركة. إذا كان الوضع المالي للشركة عالي فمن حقها أن تصدر السندات بعلاوة إصدار، بينما إذا كان منخفض وذلك لجلب أكبر قدر ممكن من المشترين لهذه السندات، فبالتالي تقوم بإصدارها بخصم إصدار أي بقيمة أقل من قيمته الإسمية، بينما بعلاوة إصدار أي بقيمة أعلى من قيمته الإسمية. أعتقد الآن واضح للجميع كيف الفروقات بين القيمة الإسمية والعلاوة الإصدار والخصم الإصدار. واضح؟ أحد عنده أي سؤال قبل أن نطرح الكوز يا أخوان؟ أحد عنده أي سؤال يتعلق بالمقرر بشكل عام؟ العائد الجاري والعائد الرأسمالي هو المسمى بالعائد الكلي. العائد الكلي طيب، الآن الكوز الآن أمامكم، وهو عبارة عن ثلاثة أسئلة، آمل من الجميع الإجابة عليها في الوقت المحدد. يا أخت نوف والكلام للجميع، سبق وأن جربنا هذا الشرح خلال أكثر من 10 فصول ماضية، ولله الحمد لم يشتكي أحد من هذا الشرح، بل بالعكس الجميع أثنى على هذا الشرح ولله الحمد، وحقق درجات عالية جدا. ما ينبغي عليك إلا المتابعة وعدم التضجر أثناء اللقاء، المتابعة وعدم الكتابة على الشات أثناء اللقاءات، وإنما المتابعة والتركيز فيما يتم ذكره أثناء اللقاء، وذلك لأمرين مهمين: الأول فهم المقرر، الثاني وهو المحصلة من فهمك للمقرر حصولك على درجات عالية في الاختبار. والمبتغى والمراد ليس فيما يتعلق بالنسبة لي أنا، ليس النجاح فقط، وإنما
التميز وإنما التميز، وهذا ليس بشهادة من عندي وإنما بشهادة بكثير من سبق وأن درس عندي خلال الفصول الماضية ولله الحمد. وتجربتكم السابقة في الأعمال المصرفية أكبر دليل ولله الحمد. واضح؟ الحمد لله، هذه أختمها تؤيد ما أقوله والكثير يؤيد ذلك أو يعززه، ماشي؟ لكن ينبغي كما ذكرنا في أول لقاء عليكم بمشاهدة المحاضرات المرئية ومن ثم الحضور هنا والتركيز فيما يتم شرحه أثناء اللقاء، بمشيئة الله تعالى ستحصل على الدرجات العليا ولله الحمد. طيب، نأمل من الجميع حل الكوز قبل انتهاء الوقت لكي نقوم بمراجعته مع بعضنا البعض. طيب يا أخوان، الوقت المحدد للكوز الآن انتهى. اسمها لاحتساب صافي القيمة الحالية، لاحتساب صافي القيمة الحالية سؤالك هذا. طيب، لعلنا نناقش الأسئلة في الكوز مع بعضنا البعض. ذكر في السؤال الأول يقول هو العائد الذي يحصل عليه المستثمر خلال مدة الاحتفاظ أو مدة الاستثمار من تدفقات نقدية ناتجة عن توزيعات أرباح، ما هو هذا العائد؟ هل هو العائد العيني أم الرأس مالي أم العائد الجاري؟ كما ذكرنا ووضحنا أثناء الشرح أنه هو العائد الجاري، العائد الجاري، واضح؟ الثاني، السؤال الثاني يقول من مصادر التمويل قصيرة الأجل، هل هي الائتمان التجاري والأسهم العادية أم الائتمان التجاري والائتمان المصرفي أم الائتمان المصرفي والأرباح المحتجزة؟ طبعا قصير أجل إذن يشتمل على الائتمان التجاري والائتمان المصرفي. السؤال الثالث والأخير يقول تعتبر شكلا من أشكال التمويل قصيرة الأجل الذي تحصل عليه المنشأة من الموردين، ما هو؟ هل هي الأسهم الممتازة ولا مشتريات بالأجل ولا الأسهم العادية؟ طبعا المشتريات بالأجل، المشتريات بالأجل أو ما يسمى بالائتمان التجاري، واضح؟ وإليكم هذه الإجابات النموذجية لهذه الأسئلة. طيب، قبل أن نختم أذكركم بجزء مهم قبل أن نختم يا أخوان. هنالك تكليف ذاتي أول وضع في المنتدى، في منتدى تدارس، سيفتح معكم يوم الأحد القادم بمشيئة الله تعالى أو في الأسبوع المقبل بمشيئة الله تعالى،
على أي حال عليكم الدخول على المنتدى والتأكد من متى سيبدأ ذلك الموعد وحل التكتيف في الوقت المحدد له. عندنا الكويزات مهمة وكذلك التكليفات الذاتية أيضا عليكم بالاهتمام بها كافة. واضح؟ بهذه الجزئية نكون وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء، متمنيا للجميع دوام التوفيق في الدارين. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.